ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. انا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد. والنهارده حلقتي بوضب شويه حاجات كده اهوت، وبجهز لحاجه هعملها هنا في الريسبشن كنت قايله عليها معانا في القناه في الروتينات اللي كنا بنعملها. المهم يعني الفتره دي بعمل اوردرات وبجمع شويه حاجات عشان اوصل للشكل النهائي اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتتابعوني وهتشوفوه معايا. عاوزه اوريكم الحاجات اللي انا جبتها، ومن الحاجات اللي انا جبتها ان شاء الله هتعرفوا انا بجهز لايه. يلا نبدا حلقتنا، وعاوزه رايكم، مهم جدا جدا تكتبوا لي رايكم في الحلقه دي في كومنتات. اي حد عنده اضافه، عنده تعليق، عنده اي حاجه في حلقه النهارده يكتبها لي في كومنتات. يلا بينا نبدا حلقتنا ونشوف مشترياتنا. قبل اي حاجه اكتبي لي دعوه حلوه من قلبك الفتره دي، عايزه دعوات كتير جدا منكم. ويلا بينا نبدا الحلقه. لايك بقى، تعالوا نبدا. بصوا دي كذا حاجه جايه من كذا مكان، فهنفتح بشكل عشوائي ونشوف الحاجه بالاسعار. بصوا هنشوف اول حاجه الحاجات اللي جبنا زيها الاوردر اللي فات. جبت الطبقين دول واحد بخمسة وخمسين جنيه اهمت اتنين. لما ماما شافتهم عجبتهم قوي وقالت لي هاتي منهم لبنت اخوكي وهاتي اتنين زي بعض، فجبت اتنين اهمت. جبت الهراسه، جبت بتاعه البيتزا الواحد. بصوا الطبق ده بخمسة وخمسين والواحدة من دي بخمسة وتلاتين اهي، تمام كده اهوت. جبت الهريسة وجبت بتاعت البيتزا وجبت مقوار التفاح، فاضل المقشرة بتاعت البطاطس دي ملقتهاش اللون دوت، فهجيبها مرة تانية. تمام، يبقى دي جبنا الواحدة بخمسة وتلاتين والطبق ده من ده بخمسة وخمسين. فتعالوا نشوف جبنا ايه تاني. لا سيبي دي دلوقتي، سيبي دي دلوقتي، تعالي نفتحها. الاوردر ده جبته من جروب اسمه كراميلا، مش اول مره اتعامل معاه. ده اللي جبت منه الشيله بتاعت اللي هي الدورين العصفوره اللي بحط فيها نواعم العيد، وجبت منه العلبه اللي بحط فيها الكحك مع نواعم العيد ديت اللي بغطا، اللي هي اصلا بونبونيره وانا عاملاها للكحك. تمام، فمش اول تعامل، ده تقريبا التعامل رقم ثلاثة. حاجتها كلها قمر 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 كراميلا، وهي فعلا كراميلا. ده اول حاجه. دي حاجة اتكسرت عندي، كانت فوق الكتب الديكور وقلت لكم اني اتكسرت عندي الاناناسة، فبعت جبت واحدة تانية. اهي الاناناسة، شايفين شكلها؟ دي بمية خمسة وتلاتين جنيه. رأيكم المنشأ الصين؟ بصوا حاجات دي صيني بس تقفلها حلو جدا. اهي دي بمية خمسة وتلاتين جنيه. تعالى نشوف جبنة تاني. شايفين طبعا الاضاءة اللي داير ما يدور دي الرينج لايت بتاعي. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ اهي زي ما احنا شايفين كده اهوت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها خطير. دي جايباها بكام؟ بميتين خمسة وتمانين. تعال نشوف جبنة ايه تاني. بصوا بقى القمر ده، بصوا الكياتة دي، بصوا الجمال والدلع ده. يا لهو على الكابتشينو، يا لهو على القهوة الدبل. بصوا بصوا الهيافة دي، انا عاملة قدي كده عشان افضل اطلع فيهم غيظ. بصوا التفاصيل، يا لهو على المج القمر، من جوه بينك ومن بره ابيض، شكل ايس كريم كده عالمي. ده ب 415 جنيه. رايكم؟ تعال نشوف جبنه ايه تاني. جبت زرعتين للحمام. هو عاوز يتلزق، معرفش ليه فك من بعض الحاجات اللي فيه. بصوا دي زرعتين جايباهم للحمام، البانيو بقى كده يعني، فاهمين؟ ممكن احطهم في حته تانية خالص بس الزق الحاجات دي واظبطها.
بصوا جاية عاملة ازاي. ده من العيب الشحن، شركة الشحن. تعال نشوف ممكن نحطها فين. بصوا مثلا هنا في اي زاوية كده، وبتدي شكل حلو مش باين على فكرة في التصوير. ممكن جوه البانيو، تعال نشوف. بصوا الزرع عامة بيدي شكل حلو جدا 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 في اي مكان تحطيه فيها. بصوا بصوا ممكن كمان على الارضية مش على البانيو، يعني في اي حاجة بقى. المهم بقى الزرعة دي ب145 جنيه. وتعال نشوف جبنا ايه تاني. ده كده الاوردر اللي انا جبته من كراميلا، اللي هي الاناناسة والبلورة واتنين زرعة والمج القمر بتاعي ده. تمام كده اهو. تعالوا بقى نرص الدنيا ونشوف بقية الاوردرات اللي جبتها. تعالوا بقى نشوف بقية المشتريات اللي جبناها ونروق الدنيا دي ونقدم الحاجات التانية. قربنا على العيد، واللي تقدري عليه يعني خطفيه كده اهو، لان الاسعار غالية جدا. وعلى ما بتكسي ولادك ربنا يخليهم لنا يا رب ونفرح بيهم. ولو في حاجة عايزة تجدديها في الشقة فبيبقى الموضوع تكلفة، وخاصة انا في العيد بحتاج سمنة وزبدة كتير ودقيق وخامات وحاجات كتيرة جدا مع لبس الولاد، مع لو هجدد حاجة دابت عندي او عاوزة امشي ريسبشن كله حاجة واحدة زي ما انا هوريكم دلوقتي، فتحس الموضوع بيبقى تكلفة. فبالنسبة لي بخطط بقى من دلوقتي لغاية العيد. فتعالوا نشوف جبت ايه. دي مفارش فرو، انا حبيت ان انا اغير الطقم كله لاني بجدد حاجة او بعمل حاجة جديدة في الريسبشن، فعايزة كله يبقى مية واحدة. فجبت الطقم ده. بصوا التفاصيل، بصوا التفاصيل بتاعته. انا هديت لكم الاضاءة عشان تشوفوها. ده اسمه مفرش سواري، عجبني قوي الستايل دوت وقلت اخليه للاعياد بس. ده واحد للسفرة اهو، ده زي ما احنا شايفين كده واحد للسفرة طبعا للاخر، بس انا مش عارفه افرشه اهوت. اهو زي ما احنا شايفين ده كده جايباه ب250 جنيه. هقرب لكم واوريكم التفاصيل اهو كده زي ما احنا شايفين. الخامة دي مرضتش اجيبها شيفون، مع اني كان طالع معايا شيفون قوي طالع في دماغي، ولكن لقيت الخامة دي هي المنتشر قوي. شايفين وجبت بقى منه التلات قطع، اللي هي القطعة اللي هي بتاعت الكوموزينات دي بحطها في الترابيزات بتاعت الوسط زي ما احنا شايفين كده. الاتنين بتوع كومودينو بحطهم للترابيزه الوسط دي، والتانية اللي هناك دي. تمام كده اهو. يبقى انا بحط بتاعه الكومودينو هنا اهو، يبقى دي واللي هحطها على الترابيزه التانية اللي عند الركن الرمادي مع بتاعه السفره شكل واحد، ودي اللي هي التانية اللي هحطها على الترابيزه زي ما قلت لكم، وده شكل تالت اللي هي الحجم الاكبر بقى اللي المفروض اصلا ده بيتحط على التسريحه، ولكن انا عندي المقاس ده ما ينفعش تسريحه خالص، فانا هحطه عن ترابيزه الشاشه زي كده. وعند ترابيزه الشاشه اهي مع المفرش هنا كده، يبقوا الاثنين مع السفره ميه واحده اهو. تمام كده اهو، فهمتوني؟ حاولت اوصل لكم الفكره واوريكم. وان شاء الله هنفرش اكيد مع بعضينا حاجه العيد. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه تاني. فاضل قطعه واحده من دي للحاجه اللي انا بعملها، بس مستنيه لما تيجي اشوف مقاسها. سالت الراجل اللي بيبيع، قلت له لو عاوزه نفس الشكل بعد اسبوع هاجي الاقيه، قال لي اه هتيجي تلاقيه. فبعد اسبوع الحاجه اللي انا بعملها لو جه مقاسها بتاع السفره دوت، هنزل اجيب واحد تاني مقاس السفره. التلات قطع اللي هو المفروض التسريحه واتنين كومودينو ده ب250، والسفره لوحده برده ب250. تمام كده. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني. انا هوريكم حاجه قمر قوي، حاجه حبيتها قوي، حاجه وقفت تنحت قدامها قوي. دي اهم حاجه في مشترياتي، هي والكرتونه الكبيره اللي ورا الحاجات دي. بصوا 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 الجمال، بصوا القمر، بصوا الكياته. مدوا ايديكم سلموا، مدوا ايديكم. ايوه، ايه رايكم في القمر ده؟ تفاصيل بقى. نقفل كده علشان ده عاوز يبان التفاصيل. المره دي ما جبتش جولد اهو، عشان ما حدش يقول عليا ايه بجيب جولد واوفر قوي في الجولد اهو. جبت سيلفر،
ايه رايكم؟ بصوا بصوا ما تزعلش، مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده بس قشطه. ايه رايكم؟ ميكي حجمه كبير على فكره، مش صغير، شبر شويه من هنا. بص عشان ما يجرحلكوش الترابيزه. فيل، ايه رايكم؟ شكله قمر بصراحه، الاضاءه بتاعت الرينج لايت مخلياه مش باين خالص، حجمه كبير. وده كام يا هبه؟ ده جايباه ب 800 جنيه وجايباه من درب البرابره. بصوا مناخيره جميله ازاي، بصوا بصوا جميل قوي. على الاقل لو مش فاضي هو يستقبل ضيوفي. تعالوا نشوف بقى اهم حاجه، ويمكن منها تعرفوا انا بعمل ايه في الشقه وبجدد بجيب ايه. فركزوا قوي بقى في اللي انا هوريه لكم ده، لان اللي انا هوريه لكم ده هو اساس حلقتي وهو اساس فرحتي. هو الاول بعد كده الميكي، حاجه كنت بدور عليها اونلاين، ولما شفتها شفتي فيديوهات ليها وشفتي فيديوهات لحاجه خشب، فمعجبنيش الخشب وحسيته غالي ومش مدي قيمته. ولكن النحاس حسيت ان انا محتاجه انزل اشوفه على الطبيعه بنفسي علشان اقدر اقيم. تعالوا نفتح ونشوف بتكلم عن ايه، وانا بفتح هقول لكم انا كنت بدور على ايه وليه اخترت الشكل دوت، وهنتكلم مع بعضينا. بس لو وصلتي معايا لغايه هنا لايك بقى للمشتريات دي، وتعالى نكمل. جبتكم هنا عشان نبقى براحتنا بقى. غمضوا عينيكم هوريكم حاجه جميله تعجبكم. ايه رايكم؟ عاوزاكم انتوا اللي تقولوا لي رايكم في كومنتات. ايه رايكم في الحاجات القمر دي؟ يعني على فكره ده برواز، مش ساعه بس، ده حاجه ديكور. عايزه اقول لكم تقيل جدا جدا. ايه ده ممسوك من هنا بحاجه. تعالوا نشوف بقى شكله، نفك دي كده، انا عايزه افك معاكم بصراحه. ايه رايكم؟ ده برواز ساعه زي ما انا قلت لكم. بصوا بقى شكله عامل ازاي، في منه اشكال كتيره جدا وداخل فيها الوان كتيره جدا، ولكن انا حبيت الجولد في جولد، وعشان كده كمان مرضيش ان انا اجيب ميكي اللون جولد، فقلت لا كده هيبقى اوفر قوي الجولد عندي، فخليني في الديكور ده بس. اكتبوا لي في كومنتات ايه رايكم في الديكور القمر ده. بحاول على قد ما اقدر اظهر الاضاءه عشان توريكم جمال الحاجه دي. سعرها ب 2115 بعد الخصم، قبل الخصم كانت ب 2350. بيبقى فيه في المحل خصم 10% على المنتج اللي انت بتاخديه، منتجات معينه يعني بيبقى عليها خصم. بس كده دي كده الساعه اللي انا كنت عاوزه اجيبها للريسبشن هنا. كنت شايفه اونلاين ساعه ريشه لونين، ابيض في اسود، ابيض في شامبي. يعني لما شفت لها فيديو ما حسيتش ان هي قيمه، ولكن دي تفاصيلها. شايفين الخامة على فكرة محملة مش باينة خالص، وتقيلة مش خفيفة. شايفين شكلها، بس كده. ده كده كان الاوردر بتاع النهارده. لو وصلتوا معايا لغايه هنا ولسه ما عملتوش لايك للفيديو، اعمل لايك للفيديو عشان تعلم مستوى الفيديو بتاعي، واكتبي لي رايك في كومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك، الميكي ولا الساعه الديكور ولا الزرع ولا البلوره ولا المج القمر بتاع القهوه بتاعي او الكابتشينو دوت. استنوني في حلقه جديده وفيديو جديد. الحلقه الجايه قويه جدا، هنعرف الساعه جايبينها ليه، والميكي والبلورات ديت والمفارش جايبينها علشان ايه في الريسبشن. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، كنتوا استمتعتوا معايا في فيديو النهارده. تصبحوا على الف خير.